للأمانة إحنا وقبل أن يعني ندخل في هذا السؤال، معلش أنا سمعت ردود كثيرة حول هذا الملف، يعني وكأن الكويت هي من أجرمت وصنعت هذه خلينا نقول الجريمة، ما يسمى بجريمة البدون أو مشكلة البدون. والحق يعني للمشاهد الكريم في كل مكان في العالم هو أن الكويت قد قدمت يعني الغالي والنفيس، وقدمت الكثير في يعني لهذه الفئة منذ أن تواجدوا في الكويت منذ أكثر من 50 سنة تقريبا، وكانت القضية يعني خلنا نقول صغيرة ثم صارت ككرة الثلج تكبر. ومع ذلك كانت الكويت ولا زالت تتعامل مع هذا الملف معاملة إنسانية صريحة بحتة، حتى أنها بعيدة عن السياسة وبعيدة عن حتى القوانين، بل تنازلت الكويت يعني عن كثير من قوانينها المقابل هذه الفئة، نظرا ل يعني خلنا نقول هذا الملف الذي هو فيه شيء من الإنسانية. بالنهاية هؤلاء يعني أخوة لنا، ولكن في المقابل نحن نأسف أن كثير من الناس بدل ما أن يكون للكويت يعني الشكر ويكون لها يعني خلنا نقول رد الجميل، وجدنا رد الإساءة، وكأن الكويت هي من ظلمتهم وهي من يعني قدمت كما نقول نموذج بدون. هذا الكلام غير صحيح. من قدم نموذج البدون هو أبائهم الذين جنوا على أبنائهم، هم من جاءوا إلى الكويت يعني لما كانت الكويت في بداية ازدهارها. وكان طبعا لا شك أن من أسباب يعني ظهور هذا الملف ما يسمى بملف البدون هو أول شيء سهولة الادعاء أنك بدون، فمن السهل جدا أي إنسان يدعي أنه بدون. ثانيا أن ليس هناك حتى دعوة على من يدعي أنه بدون، فمن هب ودب قال أنا بدون، حتى أن الإنسان الذي يعني مخالف القانون وبلا هوية وبلا جواز أو صار يرمي جوازه إلى آخره، صار وضعه أفضل من الإنسان القانوني الذي دخل الكويت بجواز وبإقامة مشروعة. ولذلك هب كل من يعني من هب ودب من هذه الفئة وقالوا نحن بدون. طيب. حتى أن الكويت حطت حد لهذه يعني خلنا نقول الادعاءات الكاذبة في سنة 80، القانون رقم 100 سنة 80، وقالت لا بدون بعد اليوم، لأنها يعني أعلنت أن كل من يظن نفسه أو يدعي أنه بدون سنة 80، لاحظي هذه يعني سنة قريبة جدا، وقالت كل من يقول أنه بدون يحضر لنا في الجهاز المختص ويقدم يعني أوراقه ويقدم ما يثبت أنه بدون، وبعد ذلك أغلق. فليس بعد سنة 80 يستطيع الشخص اليوم أن يقول أنا بدون، تخيلي. طيب. إلى سنة 80. نعم، أنا طبعا أشكر حضرتك. نعم. على الديباجة وعلى البدء وعلى الاستهلال أو براعة الاستهلال كما يقال، شكرا جزيلا على التوضيح. وطبعا حضرتك لك الحق في التعبير عن هذا الجانب، وهذا بالفعل ما أردت أن أستمع إليه في هذه الحلقة لأن حلقاتي متوازنة. لكن مرة أخرى أنا أعود إلى فكرة، إذا لم يكن في الكويت شخص يمكنه الادعاء بأنه بدون اليوم، لماذا إذن أقدمت الحكومة الكويتية على محاولة إيجاد حل لهؤلاء وخيرتهم أن يحصلوا على جنسية اقتصادية في جزر القمر؟ أحسنت أستاذتي الكريمة، لأن البدون أصلا هم بوضع غير صحي غير سليم غير قانوني، ولذلك يسمون المقيمين بصورة غير قانونية. هؤلاء البدون اليوم عندنا في الكويت شريحة تكون من أكثر من 100,000 شخص تقريبا، يعني جزء منهم من لديه إحصاء 65، وهذا الشرط رقم واحد أن يكون متواجد في 65 سنة 65. وحتى هذا الذي يكون متواجد في سنة 65 الكويت وضعت يعني جهاز متخصص لبحث أوراقه وللنظر وللنظر في قيوده الأمنية وأن لا يكون قد شارك في جرائم وإلى آخره. هذه الفئة تقريبا هي الفئة التي تكون يعني مقدمة في قضية البحث وقضية خلنا نقول يعني ما يستحقون من كل المزايا، وقد يجنسون فيما بعد. وهذه الفئة ليس بينهم يعني على الأقل ليس بينهم من يشتكي اليوم على الأقل، يعني لأنهم قابلين يعني قريبين على التجنيس ممكن. لكننا نتحدث عن الفئة اللي هي ما بعد 65 إلى سنة 80 تقريبا. هذه الفئة لا تنطبق عليها شروط التجنيس، ولذلك الكويت يعني عملت حل، ومنها ما يسمى اليوم المثار يعني في بعض الاقتراحات الكويتية قضية تجنيسهم من خلال يعني دولة أخرى منها جزر القمر مثلا. بس أستاذي أنا أفهم أن هذا أنا أفهم من منطق سيادة الدولة والحفاظ على الأمن القومي، حينما يدعي شخص الجنسية ويريد الحصول على خير أو امتيازات من بلد بها مواطنون هم يعني أشد استحقاقا لهذه الامتيازات، أنا أقوم بترحيلهم ليس بمنحهم حقا بإرسالهم إلى دولة أخرى يرونها يعني يرون هم في إرسالهم إليها قدرا من وكأنك تبيع المشكلة أو تصدرها مرة أخرى. وهذا يعني يعود بي إلى سؤالي الأول لحضرتك، ألا تخشى الكويت أن ينظر إليها على أنها تصدر المشكلة، هي لم تستطع حلها فصدرتها إلى بلد أقل موارد والمسألة بها شبهة يعني قد ترى بشكل سيء؟ خلينا نقرأ المقترح شلون صاير أصلا. صحيح. أول شيء هؤلاء عندهم إشكالية حقيقية، وهو أنهم لا يريدون، البعض منهم لا يريد أن يعترف أنه على سبيل المثال عراقي أو سوري أو إلى آخره.
فالآن الكويت يعني قالت لهم أنتوا الآن في هذا الوضع اللي يعني لا جنسية مقبلة عليكم على الأقل، تعالوا نعمل خلنا نقول خطوط قد يعني تنفعكم في المستقبل. بالنهاية أنت موجود في الكويت بشكل غير قانوني ومستمرة هذه الصفة لصيقة فيك. كانوا البدون هم أصلا بدون ما تطلب الكويت منهم سعوا في فترات سابقة هم بدونهم بدون ما حد يكلفهم، وأخرجوا كثير من خلنا نقول الانتماءات الأخرى. على سبيل المثال يعني شريحة عظيمة جدا جدا أخرجت جناسيها الأصلية أو أخرجت جوازاتهم الأصلية. وصرنا نتعامل معهم على أنهم غير كويتيين ولهم حقوق الإقامة الدائمة يكفل نفسه وفق المادة 22 من القانون. وشريحة أخرى هي سعت إلى جنسية بدون ما نحن نقول لها أصلاً. بعضهم صومالي وبعضهم كذا يعني يمني كثير من الجناسي. اليوم الكويت على فكرة وهذه القضية ليست بدعة، يعني قضية ما يسمى بالجنسية الاقتصادية حتى كندا تقدم لمن يقدم مشاريع اقتصادية تعطي الجنسية هذه الاقتصادية. فهي ليست بدعة، الإمارات أيضاً سبقتنا وتعاملت مع هذا الملف ويعني طيب. منحتهم ايضا هذا الدور. علما ان احنا ايضا بالمقابل احنا مو قاعدين نجبرهم بقدر ما قاعدين نقول لهم نقدم لكم حلول، بمعنى ان اللي يحصل على هذا الانتماء، لان الان السؤال اختي الكريمه، هل السؤال انت عايز تصير كويتي غصب عني يعني كويتي ولو انت مو كويتي؟ ما يجوز. طيب السؤال انك انت عايز تكون عندك مرجعيه وعندك هويه، احنا عايزين يكون عندها هويه ومرجعيه. جزر القمر احنا تعهدنا مقابل مشاريع نقدمها لهم. طيب. كدوله نعم خلينا بس مقابل أن تقبلهم نتوقف بس عند نقطة.